السلام عليكم لافامي ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالتقرير الرائع اللي داروا على اشرف بن شرقي والاستضافه اللي استضافوا فيها ضيف اكرام. اصدقاء ديالي اللي ما مشاركش في القناه كنتمنى يشاركوا ويفعل زر ديال الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد ديال القناه ديالنا. الاصدقاء ديالي كنتمنى اللايك ديالكم والاراء ديالكم من خلال التعليقات. كيف بعدا كنلقاكم في القناه ان شاء الله. السلام عليكم.